بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل مرقس إصحاح 8. انتهينا آخر مرة بعتاب ربنا يسوع له المجد لتلاميذه، وقلنا يمكن الجزء ده أول وأكبر عتاب قاله المسيح لتلاميذه مجمعة، ويمكن في 7 مرات زي تساؤل استنكاري. نقراهم مع بعض تاني كمراجعة. علم يسوع عدد 17، فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون أن ليس عندكم خبز؟ ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ ألكم أعين ولا تبصرون؟ ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون؟ حين كسرت الأرغفة 5 للـ5000، كم كفة مملوءة كسرا رفعت؟ قالوا له: 12. وحين 7 للـ4000، كم ثل كسر مملوءا رفعت؟ قالوا: 7. فقال لهم: كيف لا تفهمون؟ مش هنعيد تاني، لكن ده معناه ان ربنا احيانا يعاتب، ويعاتب بناء على خبرات سابقة. يعني يمكن مش بيقول لك شايف القديس الفلاني بيعمل ايه، وبيقول لك انا عملت معاك ايه وانت شفت ايه. طيب بعد ما شفت ده كله لسه مش فاهم، لسه بتقلق، لسه خايف، ويبتدي يراجع معاك. دي تعلمنا ان الواحد فينا طول ما قدامه ذكريات عمل الله صعب يضعف ولا يتهز، انما اول ما بينسى يبتدي يتشكك ويضعف وكأنه ما يعرفش ربنا. فهما ما فاتش كان يوم ونسيوا معجزة 5 خبزات، معجزة 7 خبزات، ابتدوا ينسوا فتشكك وضعف. عشان كده هنا ضمن العتاب يقول: ألا تذكرون؟ ألا تفهمون؟ مش فاهمين؟ نسيتوا؟ كيف لا تفهمون كمان معناه أن وراء كل خبرة، وراء كل علاقة بربنا، في مفهوم لازم تكون كسبته، لازم يكون دخل في قلبك الإيمان أن كل حاجة ربنا عايلها مه، وأن لا يمكن هتجوع طول ما ربنا معاك، وأن مفيش مشكلة ملهاش حل. هي دي المفاهيم اللي المفروض تكون فهمتها على الأقل من وراء 5 خبزات و7 خبزات، لأنها مفاهيم واضحة وبسيطة، دروس بسيطة جدا مش محتاجة يعني شرح مستفيض. ده كان درس عملي في الكفاف وفي البركة وفي التسليم وفي العز الشغل مع ربنا وفي كل حاجة حلوة. كيف لا تفهمون؟ وجاء إلى بيت صيدا، فتقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه. إنجيل مرقس لو تفتكروا قلنا من أكثر الأناجيل اللي الأحداث فيها سريعة، كل إصحاح فيه 4-5 قصص، والمعجزة بتاخد 4-5 سطور ويدخل على اللي بعدها، أحداث سريعة ومعجزات كتير قوي. إنما بيقدم كمان المعجزة بطريقة فيها تركيز على العلاقة الخاصة اللي بين المسيح وبين المريض. المرة دي أهل بيت صيدا جايبين واحد أعمى وشدينه كده للمسيح، لأن الأعمى مش عارف يروح لوحده. يعني الأبرص اللي في مرقس واحد رايح لوحده لأنه شايف السكة، لكن الإصحاح اللي فات الأصم الأعقد برضه معرفش يروح لوحده، فالناس جابته للمسيح. هنا يبان إن في واحد يجي ربنا لوحده حاسس بعجزه وضعفه ومشكلته، وفي واحد الخدام أو الكنيسة هم اللي يروحوا يجيبوه زي المفلوج لأنه ما يقدرش يجي لوحده. إنما لازم يقبل، عشان في ناس تقول يبقى كده هو ملوش دور ولا فضل ولا لا، هو لازم يبقى له دور، لأنه ممكن يرفض، ممكن يقولوا له تعالى معانا يقول مش لاقي. لكن كونه يقبل ان الناس تجر جر كده
لعل المسيح يشفيه، بقى هو كمان عنده بصيص من الإيمان. وده يورينا أن الخدام أو الكنيسة ليها دور في تغيير النفوس، الدور الأكبر لنعمة ربنا للمعجزة، دور آخر للإنسان أنه يطلب ويقبل، لكن دور آخر للخدام والكنيسة أنها تسعى وراء الناس العاجزين عن التوبة وعن التغيير، الأصم، الأعقد، الأعمى. الناس دول ما يقدروش يجوا للمسيح لوحدهم، في ناس كتير جدا نفسها تخف بس مش قادر، عاوز اللي ياخد بإيديه. بيتصيدة دي فمتى 11 نلاقي المسيح له المجد وبخها بشدة، كانت بلد عنيدة ورفضت المسيح زي كفر نحوم، قال فيها كلام شديد، قال ستكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة، لأن المدينة دي عمل فيها معجزات كتير لكن أغلب الناس رفضته برضه. لكن ما يخلاش الأمر أن كل مدينة رفضته فيها ناس عندها إيمان بربنا، فدي معجزة من المعجزات اللي عملها في قرية بيتصيدة، ومع هذا استحقت التوبيخ في الآخر لأنها أغلب الناس رفضت ربنا. طلبوا إليه أن يلمسوه. برضو فكركم تاني، معلش في تكرار لبعض الأمور، أنه أغلب الناس بقى عندها اعتقاد أن لما المسيح يحط إيده خلص، هي دي الطريقة المشهورة للشفاء، لكن احنا شفنا المسيح ممكن يشفي بكلمة حتى من على بعد، وفي طرق كثيرة للشفاء. كان ربنا يسوع له المجد، سهل عليه يحط ايده ويشفي الاعمى وخلاص، مش اول اعمى ربنا يشفيه ولا اخر اعمى، في عميان كتير ربنا شفاهم في حياته، مش كل المعجزات ذكرت بالتفصيل في الكتاب، لكن عندنا مثلا في انجيل يوحنا المولود اعمى واخد معجزة طويلة قوي في عرضه، لان فيها جوانب لاهوتية كمان تؤكد لاهوت المسيح مهم. انما المسيح هنا اتصرف بتصرف غير المعتاد، اخذ بيد الاعمى واخرجه الى خارج القرية وتفل في عينيه. تصور معايا الموقف، الناس جايبة الاعمى، والاعمى ده يمكن من قريبهم او اخواتهم او صاحبهم، وبعدين المسيح له المجد ياخده بايده، ما هو الاعمى مش شايف، فمسك ايده، هو عارف ان اللي مسكه دلوقتي ده المسيح، وقال لهم استنوني شوية، وخد الأعمى وطلع برا القرية خالص. يا رب يعني خسرت الوقت، وبعدين كل الناس دي هتقعد كده، ليه عمل كده ربنا يسوع؟ ليه ما شافوش على طول؟ ليه ما نطقش بالشفاء على طول؟ يمكن الأعمى ده وغالبا عنده نوع من الإحساس بصغر النفس، ان الناس جراه كده وهو مش دريان رايح فين، واغلب اللي عندهم عجز بيتعرضوا لهزات نفسيه من المقارنه، انا اقل من كل الناس، الناس شايفه انا مش شايف، الناس بتتكلم انا مش بتكلم، الناس بتمشي انا مش بمشي. فساعات صغر النفس يجيب فكره للانسان انه ربنا نسيه، او انه ربنا مش بيحبه زي الناس التانيه، وانه ما يشغلش ربنا زي الناس الكويسة. فالمسيح له المجد مرضاش يشفيه بس، حب يديله جرعة حب واهتمام مكثفة قبل ما يشفيه، عاوز يقوله انت مهم اكتر من كل اللي جابوك دول، وانا حاسس بيك. وطبعا لما ياخده من ايده ويتمشى بيه بيبقى اصحاب كده، عادة يعني الاعمى لما يحط ايده في ايد حد بيمسك فيه جامد عشان ما يتكعبلش، عشان هو مش عارف واخده على فين. فهنا الاعمى تلقائيا تشبث باليد اللي مسكته، وانفصل ضمنيا عن كل الايادي الاخرى. خلي بالكوا ده بقى منهج ربنا يسوع له المجد، انه يقرب الواحد منه ويقول له ايه، سيب بقى ايدك التانية، ابعد بقى عن الناس التانية دول، اطلع بره القرية دي خالص، القرية اللي فيها الشك اللي هتبقى في مواجهة مع سدوم وعمورة، سيبك منهم تعال معايا. فكرتني القصة دي لأن ربنا يسوع حط بيتصيدة قدام سدوم وعمورة بالملاك اللي بعت المسيح زمان لمين؟ للوط،
في سدوم وعمورة، وبقى لوط يشد، بقى الملاك يشد لوط شد عشان يطلعه من وسط الخراب ده، وهو لوط ومرأته وعياله لسه قلبهم شوية في البلد. ربنا يسوع له المجد كأنه عاوز يقول له أنا بحبك ومهتم بيك، وكأنه عاوز يقول له إيه، تعالى بره الناس دول، ابعد عن البلد دي، بلد دي ما فيهاش إيمان، اطلع بره القرية، بره العالم ده اللي يعني يمكن ياخدوا المعجزة ويستعرضوا بيها، إنما هما قلبهم وحش. برضو اللي عمله ربنا يسوع يؤكد إن فكرة استعراض المعجزات مرفوضة عند المسيح. المسيح لو المجد لما يعمل معجزة بيعملها في الخفاء عادة، وبياخد صاحب الشأن على حدة على جنب، عمل كده في الأصم الأعقد متاع إصحاح 7، وهو بيعمل كده مع الأعمى في إصحاح 8، ياخدهم بره القرية عشان محدش يبقى معاهم في اللحظة دي. وتفل في عينيه، طبعا الأعمى عنده إحساس فسامع وحاسس، فالمسيح له المجد خد من لسانه كده وحط على عينه. دي شبه اللي حصلت في المولود أعمى، إنه بس تفل على الأرض وعمل طينة والطينة حطها، بس هنا تفل على طول، يعني خد كده من لسانه ولمس عينين الأعمى. طبعا اللمسة محسوسة، فهنا تهيأ الأعمى إلى الشفاء، استعد للحظة الحاسمة اللي قالوا له عليه، قالوا له لما هيلمسك هتخف، إنما هو في الأول مش لمسه، ده خد بإيده وتمشى معاه ويجوز حكه وما خفش، لأنه عاوز يقول له في حاجة أهم من أن عينيك تفتح، أنا عاوزك تعرفني، أنا عاوزك تتمتع بي الأول، وبعد كده سهل قوي نفتح عينيك. وضع يديه عليه، حط ايده على عينه كده بعد اللمسه دي، وبعدين ساله، هنا بقى دي معجزه غريبه شويه، ساله هل ابصر شيئا؟ دي ما حصلتش، يا رب ما انت معجزاتك كلها تحط ايدك يفتح وخلاص، هو كشف عيون خلاص الموضوع سريع، انت عندك طابور عميان وطابور عجز. هنا بقى كان حوار عجيب شوية، قال له انت شايف حاجة؟ السؤال ده لابد له من مغزى، يجوز ان الراجل ده ايمانه مش كامل فمتشكك، وربنا يسوع عاوز يعني يشجعه حتة في حتة، فايه مرضاش يعمل المعجزة مرة واحدة، لانه برضو الايمان مطلوب قبل المعجزة، فايمانه يمكن مهزوز، لكن مع التشجيع الايد الحنينه اللي سحبته واللمسه الهاديه الرقيقه دي والصوت الحنين ده، ابتدى يعني قلبه يتفتح شويه، فقال له شايف حاجه؟ فتطلع الراجل، فتح عينيه بصعوبه وابتدى يحرك عينيه كده، وقال ابصر الناس كاشجار يمشون. واضح ان الحكايه مش كامله. قال له شايف بس يعني بصعوبه، شايف كده زي ايه؟ خيالات بتتحرك، كأن الناس شجر بيمشوا، معنى كده انه لسه. طب هتسيبني على كده؟ كتر خيرك برضه، كانت الدنيا ضلمة، لكن يعني انا كنت فاكر الحكاية 100%. فربنا يسوع له المجد وضع يديه ايضا، قال له لا خلاص تعالى بس، حط ايده تاني. يا رب هو انت شغلك يعني يحتاج مرة تاني؟ على عينيه وجعله يتطلع، قال له ها شوف شايف ايه؟ فعاد صحيحا وابصر كل انسان جليا. قال له لا شايف كل حاجه، شايف كل بني ادم تمام. فارسلوا الى بيته قائلا لا تدخل القريه ولا تقل لاحد في القريه. للمسيح له المجد عمل كده. فهمنا انه خدوا بره القريه رساله حب شخصيه واهتمام، وأيضا طلب من كل إنسان أنه يبعد بره قريته، يطلع بره دنيته، ما يقعدش داخل القرية، بمعنى المكان اللي فيه الشك واللي فيه العادات الردية والتفكير البشري، لا لازم يطلع بره القرية. اللمسة العجيبة بتاعت ربنا يسوع من الفم، عشان دايما ينبهنا أنه هو كلمة الله، وكلمة الله اللي خلقت هي اللي تقدر
تجدد وهي اللي تقدر تعمل كل حاجة. فيلمس لسانه ويحط على عينيه. أما حكاية بقى الشفاء على مراحل ده بقى، قد يكون معناه ربنا يسوع على قد إيمان الشخص بيديله، فبيطلع بيه حتة بحتة بيشجعه، فإيمانه يعني متشكك يديله حتة، بعدين لما يشوف شوية يقول ينفع أكتر حاضر، ينفع بدل في إيمان، ويديله بقية المطلوب. بعض الناس فهموها على إنها الشخص ده بسبب صغر النفس، يحس إن الناس كبيرة وطويلة، بيبقى الإنسان البعيد عن ربنا خايف من الناس، بيبقى الشخص الأعمى روحيا عنده خوف من الدنيا، عنده خوف من الناس من الأيام، فبيبص بصة مبالغ فيها، يشوف الناس طويلة كده وضخمة زي أشجار بتمشي، وهو بقى عيني قد كده، فقال له لا أنا مش عاوز أشفيك وفتح عينيك وتفضل خايف وتفضل صغير، أنا بدلها فتح لك عينيك لازم تخف 100%، تخف روحيا، تخف نفسيا، تخف جسديا، وتشوف كل حاجة على حجمها الطبيعي. الإنسان أحيانا يكون بيميل للمبالغة، الإنسان البعيد عن ربنا تلاقوه يبالغ، يبالغ في كل حاجة، يبالغ في مخاوفه، يبالغ في تصوير ضعفاته، أحيانا يبالغ في تصوير حجم الناس وقوتهم وقدرتهم، زي أشجار يمشون. لا بالراحة، استنى أنت محتاج لمسة تانية تعدل لك الموازين، لا الناس كلها ضعيفة والناس كلها تعبانة، وإن كنت أنت عاجز بالبصر هم عاجزين بالبصيرة، وإن كنت شايف بتوع صيدة دول ناس أتقياء وأبرار وجابوك الحق، عاوز أقول لك بتوع صيدة دول أغلبهم ناس أشرار. استنى بس ما تنخدعش، فتح عينيك كما أراد المسيح بحيث تشوف الصورة جالية. ساعات الواحد فينا بقى يجي في نص المشوار ويسيب إيدين المسيح ويجري، فتصور كده بقى لو واحد فينا المسيح مسكه من إيده وتمشى دي يقول له إيه ده، ده أنا جاي عشان تشفين وأنا جاي عشان نتمشى، ويسيب إيده ويمشي وتبوظ الحكاية. واحد تاني يمشي معاه لغاية خارج القرية ومع أول لمسة يقول له كتر خيرك ويجري. تجري ليه بس؟ أنت شايف؟ قال أهو شايف، شايف كده تخبيط كده بس أحسن من الأول. طب وليه؟ ما تستنى، ما تستنى، طول بالك. إذا كان ربنا يسوع عاوز ياخدك بالهداوة حتة بحتة، أنت تستعجل ليه؟ أنت تفتكر نفسك خفيت بسرعة ليه؟ ما تطول بالك، هو عاوز يعمل منك حاجات كتير، ما تسيبه يعمل اللي هو عاوزه. ميزة الأعمى هنا أنه كان مستسلم لإيد المسيح، ياخده يتمشى يتمشى، حط إيده على عينيه حاضر، شايف إيه؟ شايف كذا، طيب حط إيده تاني شايف إيه؟ فمستسلم. مريض مريح، فربنا طلع بيه حتة بحتة لغاية ما كشف له كل شيء. فكرة العمى في الكتاب دايما إشارة إلى العمى الروحي، إحنا كلنا عندنا حتة عمى روحي، يعني مش شايفين كفاية كلنا، لأننا على الأقل لا نرى ما لا يرى، يعني إيه؟ شايفين بعض لكن مش شايفين ملائكة، بس في ملائكة، شايفين شر في الدنيا بس مش شايفين الخير اللي بيعمله ربنا، شايفين ضعفتنا بس مش شايفين نعم ربنا، شايفين حاجات كتير ومش شايفين حاجات أكتر. كل لما الواحد يمشي مع ربنا عينيه تتفتح فيشوف حاجات أكتر، بيسموها الاستنارة، استنارة يعني عينيك تنور. عشان كده طلب افتح يا رب عيناي ده كلنا محتاجين الطلب ده، افتح يا رب عيناي. الطلب ده إليشع صلى لتلميذه، مع ان تلميذه كان بيفتح، كان شايف بس ما كانش شايف اللي المفروض يشوف. فلما الجبل اتحاصر عساكر والولد جه مرعوب لإليشع يقول له كل العساكر دي جايه تمسكنا انا وانت، احنا ضعنا. فقال له يا رب افتح عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. طب ما هو مفتح. لا مفتح ايه؟ مفتح ده زي أشجار يمشون، إنما لما يفتح صح هيشوف بقى. لا طبعا، طلع الجبل كله ملايكة وهو ما كانش شايف. إحنا محتاجين نخف في عينينا،
عشان كده نقول له مبارك أنت رب، أنر لي برك، نور لي بنورك يا رب، نعاين النور. أنا مش شايف، عاوز أشوف إيدك اللي بتعمل معجزات، عاوز أشوف حكمتك في كل تصرف، عاوز أشوف الملائكة اللي بيحوطوني، عاوز أشوف سحابة الشهود من القديسين اللي محوطة الكنيسة، عاوز أشوف إزاي الخير يغلب في العالم اللي كله شر، عاوز أشوف الملكوت الجميل اللي أنت بتحضره، عاوز أشوف حاجات كتير أوي مش شايفها. غير الناظرين إلى الأمور التي ترى، لأن الأمور التي ترى وقتية، بل ناظرين إلى الأمور التي لا ترى، لأن التي لا ترى أبدية. طب دي نجيبها إزاي دي؟ عاوز لمسة من إيد ربنا يسوع، عاوز استنارة. سؤال المسيح الأعمى هل أبصر شيئا؟ سؤال فكرني بأول إصحاح في سفر أرميا. المسيح لما اختار أرميا وكان أرميا صغير وخايف من الخدمة جدا، أول كلمة سؤال سأله ليه، قال له يا أرميا ماذا أنت رائن؟ أنت شايف إيه؟ ابتدى يكشف له عينيه، فقال له أنت شايف إيه؟ وهو شاب صغير وخايف من الشيوخ والكهنة بتوع اليهود والشر اللي فيهم، قال له شايف قضيب لوز طالع كده في أرض جدباء قحط، مش عارف طلع إزاي. قال له شاطر، أحسنت الرؤية، لأني ها أنا ذا ساهر على كلمتي لأجريها. وابتدى يسأله ماذا أنت رائن، وابتدى يدخل معه بقى في حوار، شايف إيه؟ يقول له شايف كزن، يقول له طيب، يصلح له اللي شايفه ويفهمه له، كأنه بيعلمه كيف يرى الأمور. احنا كلنا عاوزين نعرف دي، فربنا يحط إيده على عينينا وبعدين يقول لك شايف إيه؟ تقول له ربنا شايف الناس أكبر مني، والناس كتير عليا، والناس بتخوفني، والدنيا دي مليانة شر. نقول له لا، لسه عينيك مريضة، انت مش شايف ايدي، مش شايفني، شايف الناس بس. طب وانا فين؟ ده انا جنبك، ده انا لازق فيك، ده انا ايدي على عينك. لا استنى، غمض عينك تاني، انت لم تحسن الرؤية. انا عاوزك لما اسألك شايف ايه تقول لي شايفك يا رب، اقول لك شايف ايه تاني تقول لي مش شايف حاجة تاني، لا ناس ولا شجر ولا حاجة، أنا كفاية عليا أن أنا شايفك. لأن الكتاب يقول له يا رب أرني وجهك، لوجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني. ده واحد عاوز يشوف صح. فالأعمى المفروض كان أول حاجة يشوفه إيه؟ يشوف وش المسيح، مش هو قصاده على طول. فلما سأله شايف إيه، ظهر عمل وشه كده وكده. طب حبيبي المسيح في وشك، ما تشوف صح. قال له أنا شايف الناس. قال له استنى، انت مش شايف كويس. فحط ايده على عينيه تاني عشان يبتدي يشوف صح. كل اللي احنا شايفينه ده بشر، تراب، النهارده موجود بكره مش موجود، مهما كانوا طوال زي الشجر وضخمين بمراكزهم وامكانياتهم، كل ده كلام ما يستاهلش انك انت تضطرب. لازم تحتاج الى ان المسيح يحط ايده على عينك تاني عشان تبتدي تشوف صح، تشوف ان الناس دي صغيره قوي، ربنا هو الكبير، هو اللي يستاهل تركز عليه. القصة دي مليانة معاني. لو الواحد فينا جه لربنا يسوع هياخده تمشية، يعني ايه؟ حكاية محتاجة خلوة، محتاجة تبقى انت والمسيح لوحدكوا شوية، محتاج تطلع بره الدنيا شوية. القرية دي اشارة للعالم اللي كله دوشة، كله شر، كله مشاكل. ساعات القرية دي تمثل الذات، الأنا، الكرامة البشرية اللي الإنسان محبوس فيها. اطلع بره الكلام ده، اطلع بره، خليك تشوف المسيح وعينيك تفتح، انسى اللي جابوك، الناس اللي جايبينك للمسيح، وانسى قريتك بلخبطتها. عشان كده تلاحظوا في آخر الكلام يقول ايه، أرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية. الله، يا رب مش دي قريته؟ قال لا لا، مش عايزين يرجع تاني، مش عايزين يرجع للقرية السيئة دي اللي الإيمان فيها ضعيف والناس كلها بتشك. المسيح قارنها بسدوم وعمورة، قال له ما تدخلش القرية ولا تقل لأحد في القرية. كأنه بيقول له خليك معايا ونقعد نحكي، وإيه رأيك في التمشية دي، ما نقضي بقية العمر كده أدينا في أدين بعض، وتصاحبني ونتمتع ببعض. إنما ترجع القرية وتقعد تتكلم، يشككوك تاني ويقولوا لك لا يكون لحسن
وأصل وفصل وتتلخبط وتوه وهم إيمانهم وحش وترجع تعيش زي ما كنت قبل كده. لا لا، ما ترجعش القرية، لا تدخل القرية، إشارة إن اللي هيبتدي يمشي مع ربنا ما يرجعش لورا. من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. خدت خطوة برة الدنيا، ما ترجعش جوه الدنيا تاني. طلعت برة طريقة التفكير المادي ده، كفاية بقى، هترجع تفكر في الفلوس تاني بعد ما ربنا فطمك من الحكاية دي وعرف يحررك من إلحاح المادة، ثم ترجع القرية تاني تفكر في الفلوس ليه؟ طيب امرأة لوط الملائكة شدينها شد من ايديها، وصية واحدة بس، ايه؟ ما تبصوش ورا، ما تبصوش ورا. هي مش قادرة ما تبصش ورا. فلما التفتت الى الوراء تحولت الى عمود ملح. لا تدخل القرية، في حاجات سبتها ترجع لها تاني ليه؟ في ناس بعدت عنهم لان فيهم الشك وفيهم الخطية، ترجع لهم ليه؟ خد موقف. انت النهاردة استنارت، عينيك اتفتحت، ابتديت تشوف حاجات ما كنتش شايف، ليه ترجع تاني تظلمها على نفسك؟ ولا تقل لأحد في القرية، كعادة ربنا يسوع كل مرة يقول له حافظ على السر اللي بيني وبينك. المسيح مش مستعجل الإعلان عن نفسه، عاوز يتمم الفداء والقيامة عشان تبقى البشارة بعد كده ايه؟ بقيامة المسيح، مش بس بمعجزاته، لا، بالمسيح الإله المتجسد الفادي المخلص القائم من الأموات، تبقى الحكاية كده متكاملة. ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس. فلاحظوا أن بعض القرى ما بيلحقش يدخل فيها، بيشتغل من على بابها كده، يعني من على الباب يجيله الناس يعمل المعجزة وبعدين الناس تطلع، يطلع القرية اللي بعدها. راح ناحية قرى قيصرية فيلبس. المناطق دي كلها إيمانهم مش قوي، يعني الناس برضو فيهم عند. وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم: من يقول الناس إني أنا؟ بعد شفاء الأعمى، والأعمى قلنا يمثل كل من يجهل الله، كل شخص بعيد عن ربنا مش شايف الحقيقة، ربنا دلوقتي هيعلن ثلاث حقائق هامة جدا هي أساس البصيرة الروحية، أساس الاستنارة. يعني عشان تقول ده مفتح ولا أعمى، الثلاث حقائق اللي جايين دول هم الأساس. وزي ما سأل الأعمى شايف إيه، سأل تلاميذه رأيكم في إيه، لأن دي أول حقيقة، ده أول علامة إنك أنت شايف صح. من يقول الناس إني أنا؟ طب ليه سألت يا رب السؤال بالطريقة دي؟ ربنا يسوع له المجد بيبقى عارف ان في صوتين في حياة الانسان، صوت ربنا بيحاول يقول له الحق، وصوت الناس ودوشة الدنيا ومعتقدات الناس، وده اغلبه باطل. فقبل ما ربنا يعلن عن صوت الحق قال لهم الاول قولوا لي الناس بتقول ايه، الناس شايفيني ايه، ماذا يقول الناس عني انا. وفي إنجيل متى 16 يقول عني أنا ابن الإنسان، ده اللقب المشهور به المسيح له المجد. فأجاب يوحنا المعمدان وآخرون بيقولوا عليك إيليا، وآخرون واحد من الأنبياء. ليه الناس بتقول كده؟ حكاية أن يوحنا المعمدان دي صاحب الفكرة غالبا هيرودس، لأن هيرودس بعد ما قتل يوحنا المعمدان بقى بيقول يوحنا قام وبيعمل معجزات والناس بتمشي وراه، فخلى الناس تعتقد ان المسيح هو يوحنا المعمدان من كتر خوفه من يوحنا المعمدان. بعد ما قطع رقبته مش مصدق ان ده يموت، بقى خايف منه حتى بعد ما مات، لان يوحنا طبعا ما بيموتش من الناحيه الروحيه لانه عايش في السماء، فبقى مرعوب منه حتى بعد ما موته. وبقى يقول للي حواليه المسيح اللي بتقولوا عليه ده يوحنا، ابتدى يعمل معجزات وهو ده اللي انا موتته، بس ده ما بيموتش. ففي ناس صدقت هيرودس، بقت تقول المسيح ده يوحنا حقاني قوي، كلامه حلو قوي، الناس كلها بتمشي وراه، بيعمل كل المعجزات. ناس تانية قالت ده ايليا، لان ايليا معروف في العهد القديم عند اليهود انه ما ماتش، انه خد مركبه ناريه ودخل على السماء وخلف. فلانه ما ماتش
يجوز يبقى هو، ولأنه ملاخي آخر الأنبياء في العهد القديم قال يأتي إلي قبل يوم الرب العظيم المخوف، فالبعض قال يجوز ده إلي اللي جاي. طبعا المسيح لو المجد كان شرحها وقال إلي اللي جاي ده اتحققت في شخصية يوحنا المعمدان، لأنه يأتي بروح إلي وقوته، نبوة قالت كده. فالمسيح نفسه حل الإشكال وقال لهم إن كانت نبوة إلي ملخبطاكم هو إلي المقصود به يوحنا المعمدان، لكن الناس شايفة أن يجوز يبقى إلي لأن المسيح في قوة عظيمة. إلي كان نبي قوي مخيف للملوك بسبب صوت الحق وينزل نار من السماء، فكانت الناس تعمله 100 حساب. آخرون قالوا واحد من الأنبياء، وفي إنجيل متى مذكور اسم أرميا منهم، لأن أرميا مثلا كان نبي يميل إلى الحنية والطيبة وكان كثير البكاء تنهدا وحزنا على شعبه المنحرف. فأرميا النبي بنسميه النبي الباكي، كان حنين وكلامه كله كده صلوات كلها حزن على شعب منحرف. فيبدو ان المسيح له المجد اللي قرب منه حس انه حنين قوي، ويعني قد يبكي زي ما بكى على اورشليم حزنا عليها، فلقوا قريب من شخصيه أرميا اللي بيقرأ عنه. طبعا المسيح مش دول، انما الناس مش شايفه. خلي بالكوا جت بعد معجزه الاعمى ان الناس مش شايفه الحقيقه، شايفة حتة صغيرة من الحقيقة، شايفة المسيح لو الملك شخصية حلوة قوي، بس يجوز يبقى يوحنا، إلي، أرميا، أي حد. طب ما يبقاش المسيح ليه؟ يبقى مش شايفين. فسألهم زي ما سأل الأولاني، شايف؟ قال له شايف الحكاية زي شجر بيتحرك. قال له طيب لسه ما شفتش الحقيقة. فرجع سأل التلاميذ، وأنتم من تقولون إني أنا؟ شوف الموقف ده مقارب للموقف بتاع الأعمى. سؤالين الأولاني الإجابة مغبشة، مش مظبوطة، قربت شوية الصورة أن المسيح قد يكون نبي. لا بس مش نبي، لا في فرق كبير. فقال لهم وانتوا بقى مفروض انتوا اللي مفتحين دلوقتي شايفين ايه؟ انتم من تقولون أني أنا؟ أجاب بطرس وقال له أنت المسيح. إنجيل متى يقول أنت المسيح ابن الله الحي، لأن المسيح في عرف اليهود هو ابن الله الحي بالحقيقة. وهنا في متى 16 يقول له طباك يا شمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات، وأنت بطرس وعلى هذه الصخرة يعني الإيمان أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. استفاد إنجيل متى في شرح الكمالة بتاعت الموقف. هنا ليه بطرس اللي جاوب؟ بطرس جاوب لأنه التلاميذ من عشرتهم بالمسيح عينيهم اتفتحت أكتر من الجموع، ودي بقى الرسالة اللي نفسنا كلنا نفهمها. لما بتقرب من ربنا يسوع أكتر عينك بتشوف أكتر. فالحقيقة اللي لسه الناس مش واصلين لها، هم وصلوا بس إن المسيح قد يكون نبي، قد يكون أعظم الأنبياء زي يوحنا، إنما لسه الحقيقة مش واصلة. عاوزة تقارب أكتر، عاوزة عشرة أطول، عاوزة صلوات أكتر. فبطرس لأنه معاشر المسيح قال له لا، إحنا ما صدقناهمش لما قالوا كده، إحنا بنقول لهم لا يوحنا ولا إيليا ولا أرميا، أنت المسيح. بدون شك أنت المسيح ابن الله الحي. قال له شاطر طباك، يبقى المسيح له المجد أعلن لاهوته وأعلن أن هذا الإيمان هو الإيمان المستقيم. وبنعتبر التعبير ده أصغر إيمان مسيح، أصغر قانون إيمان، أنت المسيح ابن الله بالحقيقة الحي إلى الأبد. التعبير ده يؤكد أننا نؤمن بالمسيح كإنسان ونؤمن به كإله، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي، كلمة الله المتجسد في التعبير البسيط ده. هنا ربنا يسوع له المجد قال إن الإعلان ده، شوفوا احنا بنسميه إعلان ليه؟ لأن التعبير اللي قاله المسيح إن لحما ودما لم يعلن لك، يعني إيه؟
في حاجة تفهمها بعقلك العادي وفي حاجة تنور كده عليك من بره. يعني ايه؟ يعني الإيمان بالمسيح كإله متجسد أتى ليخلصنا، دي مش محتاجة منطق بس، لا، بالمنطق بس هتفضل حكاية مغبشة مش واضحة، إنما لابد من إعلان إلهي، لازم صوت ربنا داخل الإنسان هو اللي يقول له الحقيقة دي، والإنسان ساعتها يقبل الصوت. عشان كده الكتاب يقول لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. يبقى مفيش واحد يدخل الإيمان المسيحي باختياره إلا ويكون الله أعلن له. مش بس فهمها، فهمها دي كلمة ضعيفة، لأن الفهم البشري ما يستوعبش كل حاجة، إنما الإعلان الإلهي يعني ربنا بيعلن الحقيقة والإنسان بيقبل الإعلان. عشان كده ربنا يسوع في متى 11 يقول إيه؟ أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه، سر المسيح، عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. شوف التعبير نفسه، أعلنتها، الحكاية محتاجة إعلان، يعني ربنا هو اللي بيعلن. عشان كده يوم عيد الغطاس بنسميه يوم الإعلان الإلهي. ليه يوم الإعلان الإلهي؟ لأن جه صوت من السماء يقول إيه؟ هذا هو ابني الحبيب، إعلان من السماء، له اسمعوا، صدقوه صدقوه، ده إعلان من السماء، ده مش شطارة من البشر، ده مش اجتهاد وتأليف من البشر، دي مش فكرة خلقوها الناس، لا حاشا، دي شهادة الآب السماوي، شهادة الثالوث الأقدس، هذا هو الابن، ابن الله بالحقيقة المخلص، أنت المسيح. وعلى هذا الإيمان تبنى الكنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، يعني شياطين الدنيا لا يمكن يقدروا يهزموا الكنيسة طالما إيمانها مستقيم مبني على أساس المسيح ابن الله. فانطهرهم، يا رب طب ما قالوا حاجة حلو، ما قالوش حاجة وحشة، ده قالوا أحلى حاجة لغاية دلوقتي، ده احنا بقالنا 8 إصحاحات أخيرا نطق بطرس بالحق وقال المطلوب. معلش مش عاوزهم يحكوا لحد، ليه؟ لسه لما تكتمل الحقيقة بفداء المسيح وقيامته، ساعتها يقول لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم وعملوا كل حاجة، إنما دلوقتي قال لهم ما تحكوش، لو حكيت الناس مش هتفهم أو مش هتصدق لسه، لأنه ابن الإنسان لازم يكمل الرحلة للآخر. ولو عرفوا لما صلبوا رب المجد، فسيبوهم مش عارفين كل حاجة، ولأني أنا لازم في كل قلب أعلن بنفسي عن حقيقتي، فإن كانوا أطفالا بسطاء متواضعين هيقبلوا صوتي أنا مش صوتكم أنتم، وإن كانوا حكماء وفهماء وبهوات مش هيقبلوا ويفضلوا متعطلين. فلهم مش وقت تحكوا عن الحتة دي. فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه. يبقى البصيرة الروحية أو الاستنارة الروحية، من هو المسيح؟ ده أول موضوع خطير، ده حجر الأساس في الإيمان المسيحي كله. طيب السؤال الثاني اللي يحدد إن كان الأعمى فتح ولا لا، ماذا جاء المسيح ليعمل؟ المسيح بيعمل إيه؟ عرفنا من هو المسيح، طيب بيعمل إيه؟ ده السؤال الثاني. فابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد 3 أيام يقوم. يبقى الإعلان الثاني، الإعلان الثاني، الحقيقة الثانية، أن لازم ابن الإنسان جاي الدنيا دي عشان مأمورية مهمة، أن يرفض ويقتل من شيوخ اليهود ويقوم في اليوم الثالث، طبعا ضمنيا عشان الفداء والخلاص. بطرس اللي قبل الإعلان الأولاني واستحق التطويب والمديح من المسيح جي عند الحتة دي ورفضها تماما، قال له لا، الأولانية دي ماشيين ورا المسيح ابن الله لحاجة تمام، إنما هنمشي ورا المسيح
اللي يموتوه. ايه ده بقى؟ وحتى ما انتبهش الظاهر لبعد 3 أيام يقوم. ما فهمهاش الكتاب، بيقول ما كانوش فاهمين القيامة. لمسيرة الموت والقتل والصدام مع شيوخ اليهود يسيرة مزعجة. فعمل ايه؟ قال القول علانية، كأنه اعلان. المسيح بيقوله قدام تلاميذه باعلان، ولأول مرة بيقوله في انجيل مرقس. حتى بعض المفسرين يقولوا من اللحظة دي انجيل مرقس هياخد اتجاه تاني. يعني اللي فات ده كله المسيح بتعاليمه ومعجزاته، اللي جاي المسيح المتألم. خلاص هيدخل على الصليب بعد كده. انما المسيح بيقولها علانية، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره. شوف المسيح لسه منتهره، بيقول له ما تحكوش. أم بطرس اللي خد المسيح من إيده وسحبه بره الناس كده، قال له إيه الكلام ده بس؟ ابتدأ ينتهر المسيح. شوف اللخبطة بقى، يلوم المسيح على كلامه، بقى زعلان من ربنا على الإعلان ده. إيه اللي بتقوله ده يا رب؟ ده كلام ده يا حبيبي، ده انت لسه قايل ده المسيح ابن الله. مع هو عارف بيقول ايه طبعا، هو اللي عارف كل حاجة. اشمعنى لما قابلت الاولانية مش قابل التانية؟ في ناس عاوزة المسيح ابن الله بس مش عاوزاه مصلوب، مش عاوزاه متألم، مش عاوزة بهدلة. احنا خلونا نمشي ورا مسيح مش بتاع صليب. زي واحد مرة بيقول لواحد مسيحي، أنا مش عارف أنتوا زعلانين مننا ليه لما بنقول المسيح بتاعكم ما اتصلبش. طب ده دي كرامة ليكم. هو مش فاهم، هو مش فاهم أنه لو المسيح ما اتصلبش يبقى أنا وهو روحنا جهنم، ده هو لازم المسيح يتصلب. بس هو يعني قال عاوز يخدمنا. فإيه الموضوع؟ إذا قبلت الإعلان الأولاني أن المسيح هو ابن الله، لازم تقبل الإعلان الثاني أنه أتى ليموت ويقوم ويصنع فداء وخلاصا للبشرية. ما هو جاي عشان كده. إنما هتقبل الأولانية مش هتقبل الثانية، هتسمع كلمة صعبة دلوقتي. فبطرس انتهره بشدة، بلاش. وقد يكون الانتهار ده له أسباب كثيرة. هو عاوز يقول له يعني يمسكوك ويموتوك وإحنا رحنا فين يعني؟ مش رجالة بقى هنبقى معاك وتقول يمسكوك ويموتوك؟ وده اللي حصل بقى ليلة صليب، ونفس الروح دي رجعت لبطرس تاني وقال له حاشاك يا رب. وازاي يعني؟ وان انكرك الجميع انا لن انكرك، ولو كان اموت بدالك. وكل الكلام ده طبعا ما تعملش، وانكر قدام جري. فهنا الانتهار اما كرامة البطرس والرجالة يعني عاوز يقول له لا احنا ما نقبلش كده عليك ابدا. طبعا دي تفكير بشري وفي حتة يعني احساس بالذات شوية. وقد يكون انه مش عاوز مسيحه الممجد صانع العجائب والمعجزات يهان ويتألم ويقتل. لا احنا خدنا عليك رب بتاع المعجزات، مش عاوزين نشوفك ابدا عريان متألم. لا احنا عاوزينك بس بتاع الانجازات والمعجزات والايات. زي واحد يمشي مع ربنا طول ما الدنيا ماشيه كويس، تيجي الدنيا تضيق يقول له لا يا رب. طب ما هو ما ينفعش، ربنا هو بتاع المعجزات وبتاع الضيقات. هو هو. فالتفت المسيح، فضل ساكت وبطرس بينتهره على جنب. وبعدين بص لورا شاف التلاميذ ايه ساكتين بيشوفوا نتيجه المحادثه اللي بين بطرس والمسيح. يا ترى سيثنيه عن عزمه؟ هيقول له بلاش الحته دي فهيشيلها يعني؟ هيعمل ايه بالظبط؟ ممكن يكون التلاميذ اتغاظوا من بطرس، يعني هو انت اللي فينا مثلا بتحبه وخايف عليه واحنا كلنا بقى اي كلام؟ يعني ايه بقى الحركه دي؟ تاخده على جنب وتقول له بلاش، كانك انت الوحيد اللي حاسس انك خايف عليه. دخلت كده روح بقى مش حلوه. فهو بص للتلاميذ وشاف في عينيهم القلق والروح بقى الغريبه بتاعت مين الاعظم؟ من أقرب للمسيح. فأبصر تلاميذه فانتهر بطرس. بعد ما بطرس انتهر المسيح، المسيح انتهر، انتهر يعني شد عليه في الكلام قائلا اذهب عني يا شيطان. يا ده بطرس يا رب،
ده لسه قبلها بسطرين واخد مديح ما خدوش حد من التلاميذ عمره. طوباك يا سمعان ابن يونة إن لحما ودما لم يعلم لك وأنت بطرس. يعني طلعت تمام، يعني تستاهل تبقى بطرس. مع بطرس ده اللقب اللي خلعه عليه المسيح، يعني أنت إيمانك مظبوط، وعلى هذه الصخرة على هذا الإيمان أبني كنيستي وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. كبداية للكهنوت بقى كل الكهنة كل الرسل هتمتعوا بالمفاتيح دي طالما الإيمان مستقيم. ما فاتش ثلاث سطور وقال له اذهب عني يا شيطان. قال له منين بطرس ده حاجة عظيمة كده تستحق المديح والتطويب، ومنين بقى بشيطان؟ وليه استخدم المسيح اللفظ الصعب ده؟ أكتر واحد يهمه يعطل الصليب هو الشيطان. فاللي يحط الفكرة دي في دماغ حد ان المسيح لم يصلب ولم يأتي ليصلب لازم يكون وراء الشيطان يحركه، لان الشيطان لا يريد فداء ولا يريد خلاص ويرتعب من الصليب. اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. الصليب هو المكان اللي المسيح انتصر على الشيطان. القصة دي تفكرنا بالتجربة على الجبل لما جه الشيطان يعرض على المسيح وهو متشكك، ده ابن الله؟ طب يبقى جاي يقضي على مملكتي. قال له بص انت عينك في الناس دول كلهم، اعطيك ممالك الدنيا كلها بس بلاش صليب، هديها لك من غير صليب، ان خررت وسجدت لي اوفر عليك الصليب والبهدلة واديك الدنيا كلها لانها لي قد اعطيت، انا اللي ماسك الدنيا رئيس العالم الشيطان. قال له هديها لك بس بلاش صليب. قال له اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي، انت جاي تعطل الصليب، انا جاي عشان الصليب، هاخدها غصب عن عينك واخدها من غير ما اسجد لك. لا طبعا لا تجرب الرب الهك، ده انا الهك، انت جاي تجربني، جاي تتحداني في خطتي. والشيطان ما قدرش على المسيح، فدخل هنا على لسان بطرس بحجة الحب بحجة الاهتمام والوفاء والولاء، وقال له بلاش. قال له اوعى من دي، اذهب عني يا شيطان، اوعى تقول لي بلاش على الصليب، الا الصليب ده انا جاي عشانه، لانك لا تهتم بما لله. انا سميتك شيطان لانك لو بتهتم بما لله هتعرف انا جيت ليه، وهتعرف ان انا جاي عشان افدي البشريه، ومن اجل هذه الساعه قد اتيت. انت تهتم بما للناس، انت فاكر الكرامه ان انا اعمل معجزات بس، انت هتعرف الكرامه كلها لما تشوفني متعلق على الصليب، هتشوف الاجيال كلها بتقول لي الى الابد لك القوه والمجد والبركه والعزه وانا مصلوب. لكن انت تهتم فيما للناس، الناس يعجبها المعجزات، كما تحبش الالم تحبش الذل تحبش الصليب وعاره. لكن لو تهتم بما لله، الله يريد خلاص الكل. إذا اهتميت بما يهتم بالله هتعرف لماذا قد أتيت، لأن الله يريد أن الجميع يخلصون، وإلا معرفة الحق يقبلون ومش هتحصل غير بالصليب. يبقى هنا تم الإعلان الثاني، الحقيقة الثانية، الاستنارة كل شوية بتزيد. من هو المسيح؟ المسيح هو ابن الله الحقيقي. لماذا أتى المسيح؟ ليموت ويقوم ويفدي البشرية. واللي ما يرضاش بدي يتقال له اذهب عني يا شيطان، لأنك تهتم بما للناس لا بما لله. اللي بيهتم بحق ربنا هيدافع عن الحقيقة دي إلى آخر نفس. اللي هيهتم بما للناس كي يرضي الناس هيتزحلق ويمشي في سكة غلط. السؤال الثالث والحقيقة الثالثة والاستنارة عشان تكمل، طيب يا رب احنا مطلوب مننا ايه؟ اذا كنا نؤمن انك انت المسيح ابن الله، واذا امنا انك اتيت لتموت وتفدينا وتنصرنا على الموت بقيامتك، طيب ماذا ينبغي ان نفعل؟ مطلوب مننا احنا ايه؟ دي الاجابة الثالثة او الاعلان الثالث. ودعا الجمع مع تلاميذه، جاب بطرس والتلاميذ وكل الناس وقال لهم اسمعوا بقى، اسمعوا الدرس ده مهم، الحقيقة الثالثة دي. من أراد أن يأتي ورائي
فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلص. يبقى الإعلان الثالث، إذا قبلت أن المسيح هو ابن الله بالحقيقة وأتى ليموت ويفدينا، لازم تمشي وراء بالشرط الثالث، انسى نفسك وشيل صليبك وكمل السكارة. يبقى دورنا كبشر ايه؟ احنا مش هنخلص نفسنا، مش هنعرف نفدي نفسنا، ولكن هناك من فدانا. كل المطلوب نمشي وراء. عشان تمشي وراء انسى نفسك، انكر ذاتك. لو ما عرفتش تنكر ذاتك مش هتعرف تمشي وراء. لو ما كانش المسيح هو اللي يشغلك، طلبات ذاتك اللي بتشغلك، السكة دي مش هتنفعك، مش هتقدر تكمل المشوار، هتقع في اللي وقع فيه بطرس ده. اهتم فيما للناس فكاد ينكر إيمانه ويتراجع، ولما خاف من الجارية معرفش ينكر ذاته فأنكر المسيح، معرفش ينكر ذاته فأنكر المسيح. وده اللي بنعمله كل يوم، ان احنا ساعات ما بنعرفش ننكر ذاتنا، يعني ما بنعرفش ندوس على الكرامة اللي جوانا والطلبات اللي فينا والرغبات اللي جوانا، فبنمشي على هوانا. لا يمشي ورا هواه مش يمشي ورا المسيح. فقال بصوا، إن أراد أحد، أنا جيت أبدي الكل وأقدم خلاص مجاني للبشرية كلها، بس مش الكل هيمشي ورايا، اللي عاوز. واللي عاوز يمشي ورايا لازم يعرف التكلفة. إن أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. دي أول خطوة وأصعب خطوة. انسى نفسك شوي، انكر نفسك. لما بطرس قال أنا معرفوش، تعالى بطرس قول أنا معرفش نفسي، زي ما بولس قالها، قال لم أعزم أن أعرف شيئا إلا يسوع المسيح. ولا نفسك؟ قالوا لا ولا نفسي. تعرفش نفسك؟ لا معرفش. دي نفسك عاوزة ترتاح مش مهم، عاوزة تأكل مش مهم، عاوزة الناس تسقف مش مهم، عاوزة كرامة مش مهم، عاوزة راحة مش مهم. هما الايه اللي شغلك؟ المسيح عاوز ايه مش انا عاوز ايه. فلينكر نفسه ويحمل صليبه. هنا بان لاول مره كلمه الصليب. هو في الايه اللي قبلها قال ينبغي ان يتالم كثيرا ويرفض ويقتل. لما قال يحمل صليبه ويتبعني اتفهم ضمنيا انه كيف يقتل، هيصلب. وكلمة الصليب ساعتها كانت كلمة تقيلة على الودان جدا، لأن الصليب ده أسوأ طريقة لإعدام المحكوم عليهم بالإعدام، أصعب طريقة من الناحية النفسية والجسدية وحتى الروحية عند اليهود. ملعون من علق على خشبة. إنما ربنا يسوع اختار أصعب حاجة عشان يورينا قد إيه بيحبنا، يورينا بشاعة الخطية. فقال تبقى عندك استعداد تكمل المشوار ورايا الاخر حتى للصلب. انا هتصلب بقول لك تعالى ورايا، هتقول لي لا زي بطرس انا اجي وراك في معجزه، لكن انا ما اجيش وراك في صليب. لا لا، تيجي ورايا في المعجزه وتيجي ورايا في الصليب، تطلع معايا التجلي وتطلع معايا الجلجسه. احنا بتاع دي وبتاع ده، انما انت عاوز تاخد التجلي من غير جلجسة تبقى مش هتبقى مسيح، مش هتعرف تمشي وراي. ما انت كمان بعد الجلجسة في قيامة، ما تخافش، بعد الصليب في الابدية، فكمل المشوار لاخر. اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. يتبعني يعني ايه؟ لو عملت اول اتنين هتلاقي تلاتة سهلة. لو نسيت نفسك ورغبتها وطلبتها وقبلت انك تتصلب، يعني بقيت مختار الالم منهج، مستعد للتعب، هتلاقي تبعية المسيح مش صعبة. اللي مصعب تبعية المسيح في عينينا ان احنا مش قادرين ننكر نفسنا او نشيل صليبنا، مش قابلين نتعب، مش عايزين نيجي على نفسنا زيادة. فلما المسيح يقول لك سامح اخوك ولا سامح عدوك تقول له ليه؟ ده صعب قوي الكلام ده، مش قادر امشي وراك وانت بتسامح اعدائك يا رب. يبقى حبيبي لم تنكر نفسك
ولم تحمل صليبك. لو أنكرت نفسك وحملت الصليب ورايا هتلاقي كل اللي بقوله سهل، كل الوصايا اللي قالها المسيح تبقى سهلة بعد كده، بس مش لأي حد، للي دخل السكة صح. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، يعني اللي عاوز يريح نفسه في الدنيا يضيعها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.